في عدد من المشاكل بتواجهني مع السيبريتورز زي الفومينج، البارافين، السوليدز اند سالتس، الكوروجن، السلاشينج، والليفل كنترول. هنتكلم بشكل مبسط عن كل مشكلة من المشاكل دي. اولا الفومينج، لما بيحصل ريدكشن في البريشر بتتكون بابلز من الجاز جوه سن فيلم من الاويل. البابلز دي بتحتاج وقت عشان تتحرر الجاز من السن فيلم من الاويل ده، وبالتالي بحتاج مور ريتينشن تايم داخل السيبريتور. لما بحتاج ريتينشن تايم اكتر ده بيؤدي ان هو يقلل الفيزل كاباسيتي بتاعتي، لان زي ما احنا قلنا المعادله ان الكاباسيتي هتساوي الحجم على الريتينشن تايم. عشان احل مشكله الفومينج في عده طرق، زي ان انا السيتلينج، وده اللي بستخدم فيه مور ريتينشن تايم، ان انا بستخدم الاجيتيشن عن طريق ان انا احط عدد من البافلز زي البافلز اللي احنا شفناها في المحاضره اللي فاتت، او ان انا استخدم الهيت او الكيميكال تريتنج. الكيميكال تريتنج ان انا بستخدم مواد معينه زي الديفيومرز في الابستريم بتاع السيبريتورز، من ضمن المواد دي زي السيليكون والفلوروسيليكون، او باستخدام السنتريفيوجال فورس. اللي احنا شايفينه في الصوره ده هو بافلز انا استخدمتها جوه السيبريتور عشان تعمل كواليسنج وبريكنج للفومينج. البافلز بتكون على الشكل ده. تاني مشكلة هي البارافين. الكرودز اللي هي بتكون بارافينك في النيتشر بتاعتها بتسبب مشاكل عديدة للسيبريتور. اولا لان البارافين دي بتتسرب، وبالتالي بتعمل بارشال فيلينج اوف ذا فيزل، ده بيؤدي الى تكليل الكاباستي بتاعت الفيزل. وايضا البارافين بتعمل بلوكينج للميست اكستراكتور، زي ما احنا قلنا ان احنا لما ما بنستخدمش الديمستر مش باد في حاله ان الكروت بتاعي يكون بارافينج، بستخدم فين باك، لان البارافينز بتعمل بلوكينج للميست اكستراكتور. علشان اتغلب على البارافين في عده طرق، بستخدم مثلا الهيت، لان بشكل عام البارافين ما بتتكونش غير لما تكون التمبريتشر اقل من الكلاود بوينت. الكلاود بوينت هي درجه الحراره اللي عندها بتبدا تتكون الكريستالز بتاعه البارافين عند التبريد. لو درجه الحراره اعلى من الكلاود بوينت كل البارافينز بتذوب في الاويل. او باستخدام الكيميكال تريتنج، او احل المشكله بان انا اعمل انترنال كوتنج للفيزل بالبلاستيك، وبالتالي الكوتنج اللي بيكون بالبلاستيك ما بيديش اي فرصه لترسب وتجمع البارافينك على السيرفيسز. تالت مشكله هي السوليدز اند سولت اللي بتكون موجودة في الكرود. السوليدز بتسبب مشاكل عديدة من ضمنها الوير والإروجن، خاصة لما بتتدفق في البايبنج، ده بيؤدي مع الوقت إلى عمل تآكل وويرنج في البايبنج. عشان أتغلب على السوليدز بستخدم الفيرتيكال فيزلز، لأن زي ما قلنا في المقارنة ما بين الفيرتيكال فيزل والهوريزونتال فيزل ان السمول سيرفيس اريا اللي في البوتوم بتخلي ده اسهل بالنسبه لي ان انا اتخلص من السوليد. وفي الهوريزونتال سيبريتور بستخدم ساند جيتس، هنشوف صورتها بعد شويه. السولت بتسبب مشاكل عديده زي الريفاينري بروبلمز، وبتغلب عليها ان انا اعمل ميكسنج مع ديليوشن ووتر، فبتقل نسبه السولت جوه الاويل. ده عامه بيحصل في فيزل اسمها دي سولت، هنتكلم عنها في سلسلة المحاضرات اللي بعد كده، اللي اسمها Emulsion Treating.
زي ما انتم شايفين في الصورة ده الساند جيت سيستم، بيكون في مسقطه البلانر بالشكل ده ومن السايد فيو بالشكل ده. الكروجن، الكروجن هو مشكلة بتحصل especially لما بيكون في H2S أو CO2، لأن دول مع المية بيكونوا أحماض بتساعد بشكل كبير على التآكل. فاحنا بنتخلص من ال H2S ومن ال CO2 عن طريق ال amine system وعن طريق عدد من ال treating. المشكلة اللي بعد كده هي ال slushing، ودي بتحصل عامة في ال vessels اللي بتكون في ال floating system اللي هي موجودة في ال offshore. نتيجة لحركة الويفز والكرنتس بيحصل انستابيليتي، دي بتؤدي الى ان في يكون في بروبلمز في الليفل كنترولز، وبالتالي ممكن يخرج جاز مع الليكويد اوتلت، ودي الظاهره اللي معروفه باسم جاز بلو باي، او يحصل العكس ويخرج ليكويد مع الجاز اوتلت، ودي بنسميها الليكويد كاري اوفر. عشان نتغلب على السلاشنج وايضا للتغلب على مشاكل عديدة من ضمنها الفومنج برضو، بنستخدم بافلينج جوه السيبريتور. البافل دي ممكن تكون هوريزونتال او فيرتيكال، فاحنا هنشوف عدد من اوجه المقارنة ما بينهم. اولا من حيث الفيزل اكسس، لكل الهوريزونتال بافل بنعمل مان واي واحد، وبنعمل انستوليشن ليهم قرب المان واي ده. اما بالنسبه للفيرتيكال بنعمل لكل بافل بنعمل لها مانوي خاص بيها. من حيث السوليد اكيوميليشن، ما بيكونش فيه ترسيب في الهوريزونتال بافلنج، بينما في الفيرتيكال بيحصل عند البوتوم الخاص بالبافل. من حيث الانستوليشن، احنا بنعمل انستول لكل البافلنج قريبه من المانوي في حاله الهوريزونتال بافلنج. في حاله الفيرتيكال سهل ان احنا نعمل انستوليشن في اي مكان، لان احنا لكل بافل بنعمل مانوي. من حيث التو فيز اوبريشن، كل من الهوريزونتال والفيرتيكال بافل اكسلنت. من حيث الثري فيز اوبريشن، بيكون الموضوع مور كومبلكس في حاله الهوريزونتال بافلنج، لان بحتاج ان انا احط سكند بافل، وبيكون بيكون الفيزل اكسس بيبقى اضعف. من حيث الفيرتيكال بافلينج بيكون الموضوع اكسلنت. الليفل تشينج بيكون فيه مشكله في الهوريزونتال بافلينج، اما في حاله الفيرتيكال بافلينج زي الفيرتيكال سيبريتور ما بيأثرش معايا الليفل تشينج. المشكله اللي بعد كده هي الليفل كنترول. احنا قلنا ان عمليه السيبريشن هي عمليه كونتينوس، وبالتالي انا محتاج دايما يكون في تحكم في الليفل كنترول عشان احافظ ان يحصل سيبريشن بيرفكت ما بين او افيشنت، عشان ما فيش حاجه بيرفكت ما بين الجاز وما بين الليكويد. عايز امنع الجاز بلو باي والليكويد كاري اوفر، وبالتالي انا بعمل انستول لعدد من الليفل كنترولرز. كل ليفل كنترول بيكون معاه مجموعه من الالارمز هنتكلم عنها بالشكل التالي. عندي اللو لو الارم ليفل، ده وظيفته ان لما يكون الليفل بتاع الليكويد قليل جدا جوه الفيزل، فهو يعمل شات داون للبروسيس عشان يمنع خروج اي جاز مع الليكويد. في اللو الارم ليفل، وده وظيفته ان هو ينبه الاوبريتورز ان الليفل بقى لو وممكن يخرج جاز مع الليكويد، وده بيحصل قبل اللو لو الارم ليفل. النورمال ليكويد ليفل هو الليفل اللي بيحصل عنده نورمال اوبريشن، وده بيكون ما بين اللو الارم ليفل والهاي الارم ليفل. الهاي الارم ليفل وظيفته ان هو ينبه الاوبريتورز ان الليفل بقى عالي، وده ممكن يؤدي الى خروج ليكويد مع الجاز اللي هو ليكويد كاري اوفر. الهاي الارم ليفل بيحصل لو الاوبريتورز ما انتبهوش، فبيحصل شات داون للبروسيس
عشان يمنع خروج اي ليكويد مع الجاز. زي ما انتم شايفين في الصورة دي، ده سمبليفايد بروسيس فلو دايجرام، مبين فيه ان انا بحط ليفل كنترولرز مع الووتر، ليفل كنترولر مع الاويل، وبريشر كنترول مع الجاز اوتلت بصورة اكثر ديتيلينج زي ما احنا شايفين في الصورة. وبكده يكون انتهت المحاضرة الثانية اللي هي الجزء الاول من السيباريتورز. شكرا لكم ديزاينر ان ذا نور.